اهلا بكم في كايرو دار. هنستكمل مع بعض الفصل الثاني، فصل محمد علي، ومن اهم الاجزاء عندنا في المنهج ومن اكبر الاجزاء، ونبدا نشوف على طول مع بعض ايه اللي حصل عشان بعد خروج الحمله الفرنسيه. تعرفنا طبعا على الصراع ما بين الاتراك والانجليز والمماليك، وهنشوف دلوقتي قوه الشعب لا تظهر. وصلنا في اخر جزئيه ان الحمله الانجليزيه هتمشي او الانجليز خرجوا من مصر نتيجه وجود صلح اميان. هنبدا دلوقتي على طول بنتائج خروج الانجليز. خرج الانجليز او رحل الانجليز عن مصر كما واضح عام 1803. النتائج، اولا توطيد خسرو باشا سلطته في الحكم. يعني ايه توطيد؟ طبعا دي كلمه الواحد يقول لي ده صعب قوي يا استاذ، بس ده كلام مكتوب في الكتاب وانا لازم اتعود. الامتحان بيجي منين؟ بيجي من كتاب المدرسه، فلازم اتعود على الكلام ده. بيقول توطيد سلطه خسرو باشا ليه؟ يعني تثبيت سلطته، تقويه جبهته. ليه؟ اصل الانجليز خرجوا، مش هيتدخلوا في شؤونه تاني. خرج الانجليز فكده بيحكم لوحده، فكده هيوطد سلطته. طبعا المماليك هيخافوا، خاصة مجموعة بتاعت مين؟ محمد الألفي اللي هو أصلا بيأيد الإنجليز. لذلك هيعمل الألفي، هيصاحب الحملة الإنجليزية، هيخرج معاه، هيروح إنجلترا يتفق معاهم يساعدوه، يبقى هو حاكم مصر، في المقابل يعطي لهؤلاء الإنجليز امتيازات تأمين مواصلاتهم. ثم يتجدد الصراع كما واضح، وتبدأ الحروب ما بين المماليك والعثمانيين، ولكن هنا المماليك هيكسبوا ويهزموا العثمانيين في الصعيد ويحتلوا المنيا ويسيطروا على ملاحة النيل. هنا كما واضح امامنا ان خلاص المماليك كسبانين ومسيطرين على المنيا. ماذا يحدث؟ يبدا هنا بقى في الفتره دي بروز شخصيه محمد علي. ازاي؟ محمد علي طبعا كنبذه مختصره عنه، هو ولد في مدينه قولا باليونان في شمال اليونان عام 1769. محمد علي تربيته كلها طبعا اوروبيه، عاش في اليونان، هو الباني الاصل وعاش في اليونان. في بدايه حياته اشتغل طبعا بالجندية او دخل الجيش يؤدي الخدمة العسكرية في الجيش العثماني، اكتسب خبرة عسكرية، ثم بدأ يعمل مع عمه في تجارة الدخان، وهنا يكتسب خبرة تجارية. محمد علي وصوله لمصر كان عام 1801، جاي يشترك في طرد الفرنسيين من مصر. راجل ذكي جدا، يتميز بالدهاء والذكاء، وقدر يستغل الشعب حتى يصل للحكم، وده اللي هنشوفه. محمد علي كان قائد من قوات الألبان، ويتزعم قوات الألبان واحد اسمه طاهر باشا القائد الأول، ومحمد علي القائد الثاني. خسرو باشا بصفته حاكم مصر عايز ينقذ المنيا من المماليك، فيطلب من طاهر باشا ومن محمد علي الذهاب إلى الصعيد عشان يحرروا المنيا. بكل ذكاء محمد علي يحرر طاهر باشا. هنروح المنيا ازاي؟ احنا ما قبضناش، فين مرتباتنا؟ الجيش كله ما قبضش، واحنا مش هنروح نحارب إلا لما نقبض. فعجز خسرو عن دفع المرتبات. هنا محمد علي مهمته بقى في التقويق وهيقوم الجيش، هيعمل ثورة. خسرو يخاف من هذه الثورة فيهرب لدمياط، يقبضوا عليه في دمياط ويعملوا ايه؟ يسجنوه في القلعة. يبقى أول حاكم من حكام مصر بعد خروج الحملة كان مين؟ خسرو، وكان مصيره ايه؟ السجن في القلعة. اتسجن لأنه عجز عن دفع المرتبات. على طول السلطان العثماني يصدر قرار بتعيين طاهر باشا. طاهر باشا لما بيمسك، هو طبعا في مشكلة موجودة، مفيش مرتبات، الجيش عايز مرتبات، وهنا طاهر باشا طبعا كالعادة هيفرض ضرائب وإيتاوات على الشعب المصري، وده يؤدي لسخط وغضب الشعب المصري عليهم. ولكن كما معروف إن طاهر باشا ده قائد مين؟ قائد قوات الألبان. من اللحظة الأولى وهو ينحاز لقوات الألبان، يحابي قوات الألبان على بقية الفرق الأخرى، مما أدى لغضب فرقة كبيرة جدا، والصورة بتاعتها واضحة هي قدامنا، فرقة مين؟ الانكشارية. فرقة الانكشارية غضبت غضب شديد من طاهر فقتلوه. يبقى تم قتل طاهر باشا انه بيحابي وينحاز لقوات مين؟ الالبان على حساب الانكشارية. وهنا السلطان يصدر قرار بتعيين احمد باشا والي المدينة المنورة. احمد باشا مش هيقعد في الحكم غير يوم 24 ساعة، يوم واحد، ثم يغادر البلاد. ليه؟ محمد علي هيتحالف مع المماليك المتمثلين في البرديسي وابراهيم لابعاد واقصاء احمد باشا من منصبه. اقصاءه يعني ابعاده من منصبه، وبالفعل هيغادر البلاد بعد يوم واحد. وهنا يبدا الصراع بقى واضح قوي في مصر بين المماليك والاتراك، والمنصب خالي، فالسلطان يصدر قرار بتعيين واحد جديد وهو علي باشا الجزائري. علي باشا الجزائري وهو في الطريق قبل ما يصل القاهره، قبل ما يصل مدينه القاهره اصلا، هيقتل في الطريق على يد المماليك يناير 1804. ايه ده بيحصل ده؟
ده كده انتهى مظهر السياده العثمانيه. ده الحكام بتوع مصر في خلال 3 سنين ايه اللي حصل؟ خسروا مسجون، طاهر اتقتل، احمد باشا هرب، وعندنا علي باشا الجزائري اتقتل. وهنا يبدا الصراع المحتوم ما بين المماليك ومحمد علي، والمماليك متمثلين في البرديسي. خشى محمد علي من هذا الصراع. هو لا يريد، محمد علي مش عايز يدخل في صراع مباشر. وهنا الظروف كلها في صالح محمد علي. ليه؟ الألفي هيرجع من انجلترا، يضمن ولاء مين؟ انجلترا ليه. وهنا الصراع هيبقى بين مين ومين؟ الألفي والبرديسي. يعني اقدر اقول ان عودة الألفي كانت في صالح محمد علي. نعم، محمد علي مش عايز يدخل في صراع مباشر، وفعلا عشان ما حدش يقول عليه ان هو طمعان، لما الألفي يرجع من انجلترا الصراع هيبقى بين مين ومين؟ الألفي والبرديسي. وهنا محمد علي تجنب على جنب، بقى خلاص اركن على جنب يا محمد علي. والصراع الواضح بين مين ومين؟ البرديسي والألفي. البرديسي حاول يقبض على الألفي واعتقله، ولكن الألفي يهرب الى الصعيد. وهنا يبدا 1804 ان البرديسي هو حاكم مصر. طيب البرديسي حاكم مصر، والسوء حظه ان هو تولى في وقت صعب جدا. ايه الصعب اللي الوقت اللي تولى فيه البرديسي؟ ان كان في انخفاض كبير في منسوب النيل. مصر تعرضت لازمه اقتصاديه كبيره جدا نتيجه نقص في رياضي النيل اغسطس 1803. هو مسك 1804 شهر مارس، وهنا في اغسطس زي ما واضح في 1803 في ايه؟ انخفاض كبير في منسوب النيل. طبعا تاثرت الزراعه وفي نقص في محصول وانخفاض الدخل وفي ظروف اقتصاديه سيئه جدا، البلد واقعه خلاص. وهنا لغباء البرديسي يقوم بفرض ضرائب كبيره. فرض ضرائب على مين؟ على الشعب المصري. الشعب المصري مش هيسكت، فقاموا بثوره كبيره. الثوره في شهر مارس عم 1804. ومن الاشياء الظريفه في الثوره، الشعب المصري طبعا شعب ثوري من ذو القدم، طبعا كما واضح كانوا ماشيين في الشارع يقولوا ايش تاخد من تفليسي يا برديسي، ايش تاخد من تفليسي يا برديسي، يعني هتاخد ايه من تفليسنا، ده احنا مفلسين. وهنا محمد علي خاف. طيب الناس عامله ثوره ضد البرديسي، محمد علي تخاف ليه؟ خاف لا الثوره تصيب جنوده، لا الجنود يعتدوا على الشعب، وهنا كله هيكره مين؟ محمد علي. ومن هنا محمد علي يبدا لعبته. يجاهر، جهر يعني اعلن الانضمام للثوره. الجيش والشعب ايد واحده، الجيش والشعب ايد واحده. الجيش نزل، ايه اللي حصل؟ امر جيشه قوات الالبان باحترام رغبات الشعب. احترموا رغبات الشعب. ودي اول مره تحصل ان الجيش التركي هيحترم الشعب. وكمان ايه؟ ده محمد علي بنفسه بيوعد العلماء وبيوعد الزعماء، انا هبذل قصاري جهدي، هرفع عنكم ظلم الضرائب، هخلصكم من المماليك، هخلصكم من البرديسي. وهنا محمد علي يكسب حب وود الشعب. بجيشه يقف مع الشعب، وكمان بيوعدهم بيبذل قصاري جهدي يرفع عنهم الضرائب. ويبدا محمد علي هنا في محاصره قوات المماليك بتاع البرديسي، يحاصر بيوتهم حتى اضطرهم للهروب لايه؟ للصعيد. كده محمد علي خلصوا من ظلم المماليك، خلى جيشه يحترمهم، وكده يكسب الحب والود. يبدا بلعبه جديده. ايه هي اللعبه الجديده؟ عشان يوضح بقى ان هو مش طمعان في حاجه وانا مش عايز حاجه، اقترح محمد علي. ايه هو الاقتراح؟ الاقتراح هو الافراج عن خسره، اطلاق سراح خسره المسجون في القلعه. مش احنا لسه قايلين ان خسره المسجون في القلعه احنا هنفرج عنه ونعينه حاكم على مصر؟ هو بيعمل ليه كده؟ بهذا الاقتراح يثبت محمد علي عملي قدام الشعب المصري وقدام السلطان وقدام العالم ان هو غير طامع للسلطه. يعني كل ده بيعمله ليه؟ حبا في الشعب، كراهيه في الظلم، ده راجل خير، ده راجل كويس. وهنا يزداد حبا اكتر في قلوب الناس. فطبعا عندما يقترح بوجود خسرو باشا اللي يفرج من طبعا من سجنه في القلعه، يعترض اتباع طاهر باشا، فيقترح محمد علي اقتراح جديد. ايه هو الاقتراح؟ تعيين خورشيد باشا بصفته خورشيد باشا. راجل ايه؟ ده راجل عثماني، ده محافظ اسكندريه، نيجي ويمسك مصر. وهنا السلطان فعلا بناء على تأييد من محمد علي يبدأ السلطان في تعيين خورشيد باشا. كل ده محمد علي بيثبت للسلطان، بيثبت للشعب انه غير طامع في السلطه. انا مش عايز السلطه. طبعا خورشيد باشا مش بعيد عن الاحداث، كان قاعد في اسكندريه. وبذكائه ادرك ان كل ما حدث من احداث محمد علي السبب فيها. فمن اللحظه الاولى في وجوده في مصر خورشيد بيعمل ايه؟ عايز يخلص من محمد علي. عايز يخلص من محمد علي، يعني مش عايز يخلص من المماليك، لا ده عايز يخلص من محمد علي. يبقى هنا هنتكلم عن ايه؟ خطوات خورشيد للتخلص من محمد علي. ما هي الخطوات؟ اولا خورشيد بيطلب ايه؟ واحد، طلب خورشيد ان محمد علي يتجه الى الصعيد لمحاربه المماليك. محمد علي ما راحش، خلاص
يعني هو اول طلب روح الصعيد حارب المماليك، رفض. طلب الثاني، طلب من السلطان العثماني ارسل لي قوه تدعم الدوله، تدعم سلطه الدوله. طبعا هو بيقول له تدعم سلطه الدوله لكن في نيته تقف مع ضد محمد علي. فالسلطان بعت له فرقه، هذه الفرقه من القوات وصلت مصر، اعتدت على الناس بالسلب بالنهب، عاشت فسادا في القاهره، بقت تعتدي على الناس وتسلب منهم وتسرق منهم. فاطلق عليها فرقه الدولاه، وكلمه دولاه هنا بمعنى ايه؟ المتهورين المجانين الذين عاشوا فسادا في الارض، يعني فرقه من المتهورين المفسدين. فطلب السلطان طلب تاني، استدعي قوات الارناؤوط والالبان بتاعت محمد علي، خدهم عندك في اسطنبول. ما هو معنى ان ياخد قوات الالبان يعني ياخد محمد علي، هيجرده من قوته. هنا يرفض محمد علي بتأييد من الزعماء، الزعماء تمسكوا بمحمد علي ومش هتسيب البلد، مش هتغادرها. هنا بقى ينجح خرشه باشا في حاجه ثانيه او اخيره، وهي يستصدر قرار من السلطان العثماني. قرار امتى؟ في يوم 3 مايو عام 1805. القرار بيقول ترقيه محمد علي وتعيينه والي على جده، ده احنا هنرقيه، هنعينه ونخليه حاكم جده، ولكن محمد علي بيرفض بتأييد من العلماء. يبقى دي محاولات متكرره من خرشد للتخلص من محمد علي، وكلها محاولات فاشله. هنا بقى هنشوف ايه اللي هيحصل. الشعب المصري هيقرر عزل خرشد توليه محمد علي، ازاي؟ ايه اللي حصل؟ طبعا الشعب المصري زاد غضبا من الدولاه ومن الاتوات والضرائب اللي بتفرض عليهم، فاجتمعوا في دار المحكمه بعض الزعماء، عمر مكرم، السادات، الشرقاوي، عبد الله الشرقاوي وغيرهم، اجتمعوا في دار المحكمه. امتى؟ يوم 13 مايو 1805 في دار المحكمه، وقرروا قرار بالشورى، بالديمقراطيه، بالنظام الدستوري، لاول مره يحصل في التاريخ المصري الحديث. ايه هو؟ عزل خرشد وتوليه محمد علي. ذهب الزعماء الى محمد علي برئاسه عمر مكرم الزعيم الاوحد الاول، قال له ايه؟ لقد اخترناك والي علينا، احنا بنختارك انت والي بتاعنا بشرط ان تحكم بالعدل. 2، الا تبرم امرا الا مشرطني، يعني ما تصدرش قرار الا لما تشورنا، ولو خالفت الكلام ده هنعزلك. دي شروط تولي الحكم. يعني ايه؟ يا محمد علي انت هتحكم بالعدل، ما تصدرش حاجه لما تقول لنا، ولو خالفت الكلام ده هنعزلك. ايه الشروط دي؟ ده حدث فريد من نوعه، ان كل ده بيحصل باراده مين؟ الشعب. طب ده اول حدث. هنا ايه اللي يحصل بقى؟ ايه قيمه هذا الموضوع؟ يعني يجي يقول لي اكتسب قرار الشعب بعزل خرشد وتوليه محمد علي قيمه كبرى في تاريخ مصر الحديث. سؤال جه كتير جدا في الامتحانات، ومن اهم الاجزاء عندنا في الجزء بتاع محمد علي، ان الشعب المصري بيفرض ارادته بما تفسر، او اثبت صحه العباره. اكتسب قرار الشعب بعزل خرشد وتوليه محمد علي قيمه كبرى في التاريخ المصري الحديث. فين القيمه الكبرى؟ فين اهميه الموضوع؟ يتلخص هذا الحدث في الاتي. اولا، ان الولاه في مصر كانوا يعزلون او يعينون بقوه مين؟ باراده الجند والعسكر. اما الان فالعزل والتعيين شعبي، يعني الاول مره نعزل ونعين، ودي كانت ما حصلتش. طبعا القوه والجراءه دي جت للشعب المصري من ايام الحمله الفرنسيه بالمشاركه في الحكم. طيب 2، وجود شرط للولايه، وهذا الشرط يعتبر قاعده الحكم الدستوري. قاعده الحكم الدستوري هو ايه؟ الا يفعل محمد علي امرا الا مشرتهم اما عزلوه. دي قاعده، ده حكم الدستوري، دي الديمقراطيه، ان الحاكم اللي احنا اخترناه الا يفعل امرا الا مشرتني اما هنعزله. اخر نقطه بنقول فيها ان العزل والتعيين تم فين؟ في دار المحكمه. فاتخذوا من ساحه القضاء ودار المحكمه رمزا للاحتكام للعداله والتمسك بالحق. يبقى دي جزئيه هامه جدا، 3 نقط جم اكتر من سنه في الامتحانات: العزل والتعيين شعبي، وجود شرط ولايه قاعده الحكم الدستوري، وكمان ساحه القضاء بقت رمزا للاحتكام للعداله والتمسك بايه؟ بالحق. طيب ده بالنسبه لتعيين محمد علي. طب خرشد، ما هو الديمقراطيه، انا بلغت محمد علي، اروح ابلغ مين بقى؟ خرشد. ذهبوا للقلعه بقياده عمر مكرم وبلغوه. ايه اللي عملوا؟ كل اللي عمله طبعا خرشد عشان بيبلغوه، اتهكم عليهم وقال لهم بطريقه ان ما اخدش امر من فلاحين، شويه فلاحين اللي عيني السلطان واللي يزن السلطان. وهنا تحصل مصادمات، معارك ما بين ابناء الشعب بقياده عمر مكرم ضد جنود خرشد اللي في القلعه. طبعا كل ده في صالح مين؟ محمد علي، ومحمد علي لم يتدخل حتى جاء امر من السلطان. الامر بيقول ايه؟ الموافقه على توليه محمد علي، لان رضى عنه العلماء ورضى عنه الرعيه ورضى عنه السلطان، وعزل خرشد. يعني هنا السلطان بيصدق على كلام الشعب، بيقول انا موافق
على توليه محمد علي. وهنا ده واضح ان كانت الشعب وارادته هي اقوى بكتير من كل القوى العالميه، اقوى من انجلترا، اقوى من فرنسا، اقوى من المماليك، اقوى من الاتراك، لان الشعب هو اللي فرض سيادته. ودي كانت جزئيه هامه جدا، كيفيه اختيار محمد علي. تابعونا بقى عشان نعرف بعد ما محمد علي هيمسك هل انجلترا تسكت؟ طب المماليك والانجليز؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الجاي، فتابعونا عشان نعرف ايه اللي يحصل في الجزء الشيق الجميل جدا من تاريخ مصر الحديث.